يعني انا اعتبر رجل الصدق يعني واحد من ولدي، يعني صدق من رجعت ودخلت السوق هسه يجوز ما صدق لي جلد يضجون من ريحتك بيهم. ما انا طبيت له جلد قلت اشتم جلدي اشتم ريحته حبه، بينما اكو حتى الريحه ما يحبوا. الشغل حلو بي كلش حلو. بدايتي هي شفت خياطة كنت مصمم اشتغل وعمال يشتغلون اقص لهم امي. انا بعمل هنا كان قريب بحكم هاي قريب المنطقة، شفت السراجة اكثر فن من الخياطة احلى يعني، فتحولت لها بقيت ثابت عليها. هي السراجة منين جاية؟ اسم السراج من سرج الخيل. السرج اول ما صنعوا السرج سموه سراج نسبة للسرج، بعدين طلعت منها هاي الشغلات كلها الثانية. يعني هذا الشغل هسه اللي تشوفه، يعني هذا جلد اول ما يجي خام مثل هذا، هذا جلد خام مذبوح بقري عراقي، وبلش احنا عاد نفصله نشيل على الصور ديزاينات تجينا نفصله ونصب غلونه بحسب رغبه الزبون. يعني مرات نعطيه اضافات، مثلا زبون اكشرات ما يعرف بيها نعطيه اياه يعني يطلع راضي عليه. السياح هي شبه ملغيه، انا هسه من جيت من السفر قبل قالوا يقولون كانوا السياح يجون هوايه، ما ادري، بس انا من جيت ماكو، ما شفت ولا ساعه ماكو ملغي. ليش؟ لان ما يامن على نفسه ما يقدر يجي، فهي لغت. بعدين دخول البضائع غير العراقيه هم تاثر، وبدون عليها مثلا ضوابط ضريبه غيرها حتى يقدر يلزم شغله. اما اذا لو الدوله تدعم والدوله تصير اوكي والسياح يدخلون بعد هاي المحلات كلها ترجع تنفتح. اكثر العوائل العراقيه يعني تجهز الايات القرانيه اذا تمشي، لان جلد راح تبقى هاي تعلقها بالبيت تبقى يعني فتره من الزمن طويله، احسن ما يخليه ورق. بالنسبه للامارات هناك بصراحه يقيمون عملنا اكثر، يعني اكثر يشوفوا الشغل اليدوي هناك حلو يعني مطلوب. بعدين هناك اكثر من جنسيه ما بين شرقيين وغربيين ومن غير المواطنين الاماراتيين وعرب يقيمون الشغل. هواي يسالوني يعني ليش رجعت وليش رجعت وش ليش؟ بالعكس يعني انا شقد رحت هناك وفترت دول الخليج وغيرها ماكو مثل العراق والله، يعني مو لي بلدي لا والله، بس كل شيء بيه مقاومه الحياه كلها بيها. المهم الواحد يعني تقل فد حرفه، يعني انا مو اجي اقول اريد شغل واني كل شيء ما اعرف، لان هذا اللي يصير ترى. هو البطاله شلون تصير؟ البطاله تصير من لا عمل، كل شيء ما عنده، كل شيء ما يعرف، يريد ياكل ويشرب هاي يعني.